غير وحده ما شاء الله. بصح بوصل لازم يكونوا يكون الجماعه اللي يعاونوا الجماعه. لا لا مستحيل، انا بصح كي نوصل نهضر ان شاء الله. راني قضيت على النص. لم تمنعها الإعاقة ولا العقبات، فاختارت تجربة لم تعتدها مثيلاتها من ذوي الاحتياجات. أمينة كرمية شابة جمعت بين التحدي والتفاؤل، فاختارت أن تقتحم بوابة السياسة من باب التشريعيات. دخلت العالم السياسة نتيجة انخراطي في العمل الجمعوي، لما تصطدم بقوانين ماشي مطبقة، موجود قوانين لكن حبر على ورق، تلقى قوانين لكن غير مراقبة، ما راناش نراقبوا اسكو هادو القوانين هاي تطبق على أرض الواقع ولا لا. لذلك الهدف الآن في هذه المرحلة أنه دخلت العالم السياسة باه نقول لهم عاودوا استرجعوا القوانين اللي ما راهي مخبية في الأدراج وتطبق. هذه المترشحة أمينة اللي معنا عندها قدرات نقدر نقولكم واقيلا احسن من الناس اللي عندهم كل الطاقات تاعهم. اللي يعجبني فيها هي ما راهيش تخمم الا عليها، راهي تخمم على هاد الاطفال اللي حاملين اعاقه. أمينة التي تنشط في المجال الخيري والجمعوي فضلت ان تكون صوت ذوي الاحتياجات والمحتاجين خلال الحمله الانتخابيه، كيف لا وهي أستاذة كفيفة بمدرسة المعاقين بصريا. صوت ذوي الاحتياجات الخاصة، صوت كل فئة مهمشة. من هو الفئة المهمشة؟ اللي ما قدرتش تتناول حقوقها، كل فئة مهمشة، كل فئة اللي ما قدرتش توصل إلى حصول على حقوقها، هذه هي الفئة اللي راني ندافع عليها في هذه الفترة. أمينة التي لم ترى النور تريد أن يرى ذوي الاحتياجات الخاصة النور من خلال قوانين تعيد الاهتمام إلى هذه الفئة المهمشة عبر قبة البرلمان.